أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين في سوريا أن الدولة ومؤسساتها هم الضمان الوحيد لسوريا في مقابل عبث الإرهابيين التكفيريين المدعومين من الخارج. واستنكر الشيوخ فتاوى القتل والتحريض التي يصدرها البعض من خارج حدود الوطن بحق الطائفة، مؤكدين أن حرص الموحدين على الدولة كحرصهم على بيوتهم والقتل ليس من شيمهم ولا من تعاليمهم الدينية، واصفين جنبلاط بالحرباء القزم. أي رجل يعني سياسي يعتبر نفسه سياسي لا يحق له إصدار أي أمر كأنه فتاوى أو توجيه سياسي خارج حدود بلده. فما يعنيني أنا الداخل، ونحن على مستوى طائفي في الجمهورية العربية السورية طائفة المسلمين الموحدين لن نقبل لأحد بأن ينظر لنا وكأننا مزرعة يعني إله، يعني أنه بيتصرف فينا والله يجي عباله يحكي بفتوي ولا بفكرة ويجي يعملنا إله سند إله من غير ما يكون حططنا بالصورة، وهذه الصورة نحن بمنأى عنها ولن نقبل بها. فنحن ما يخصنا في الداخل بالجمهورية العربية السورية وعلى مستوى طائفة المسلمين الموحدين ثابتين بموقفنا الموقف الوطني. نحن دائما كما كانوا أباءنا وأجدادنا نفضل الموت عن الخروج من أرضنا أو بيوتنا تحت أي ضغط أو أي سبب كان. فنحن نعتبر بالعكس كل من يخرج عن الدولة عن احترام الدولة والقانون فهو ذاهب باتجاه الفراغ ولا يخدم مصالحنا التي هي بالدرجة الأولى. نتجه دائما نحو طمأنينة أبناء شعبنا وضمانة أماننا وطمأنينتنا في بيوتنا وفي مناطقنا. رغم كل الجراح والمؤامرات التي نتعرض لها من أقرب المقربين من العرب العربان المستعربة ومن آلة الغرب اللئيمة، لم نتفاجأ بتصريح حرباء السياسة المتقلبة وزئبق المواقف المتخاذلة وليد جنبلاط الذي طالما نعق علينا بأفكار سامة، فتارة يطلب من أبناء هذا الجبل الأشم الصامد المضحي المدافع الذي هو جزء لا يتجزأ من قطرنا العربي السوري، يطلب من أبنائه الانشقاق عن الجيش، وتارة يطلب منهم أن ينضموا إلى المتآمرين. أما الآن فلما فشل في طلباته الماضية تعلم فتوى جديدة من أسياده الغرب وجبهة النصرة ودويلة قطر وحكامها، فأفتى بهدر دماء أبناء جبل العرب، أبناء سلطان باشا الأطرش، أحفاد سلطان باشا الأطرش، أحفاد عائلات الجبل الثائرة المناضلة التي تقف مع وطنها سوريا، أفتى البارحة بهدر دمائهم. أيها المسخ، أيها المسخ المتقلب الذي لا لك دين في السياسة ولا لك دين في الحقيقة، أتهدر دماء أبطال بني معروف؟ فالأولى بك أن تهدر دماء المتآمرين على سوريا، أن تهدر دماء الصعاليك الذين يأتون من كل حدب وصوب إلى سوريا لقتل أبناء الشعب العربي السوري. والجريمة الواحدة لهذا الشعب أنه مناضل مقاتل مقاوم لم يغير مواقفه. يا للعار عليك، يا للعار وألف العار عليك، لو أن أمك ما زالت على قيد الحياة لكانت قطعت الثدي التي رضعت منه أيها المسخ السياسي.